بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي يا تامر فين؟ يا تامر احنا في الأبجية بنطلع جامع الأمير شاهين، والشريف بيحاول يطلع عشان يربط حبل في اي حاجة فوق ويدلدله لنا. تصور بقى الراجل اللي بيموت ده، هو اهو شريف اهو زي ما انتم شايفين، ما شاء الله يعني. ربنا يستر. عبد الرحمن ورينا الحبل كده. ورينا الحبل. الحبل زي ما انتم شايفين. كم متر يا تامر؟ 23. 23 متر. هانت، احنا عايزين نطلع هنا. خد وقتك يا شريف، كله براحتك، ما تستعجلش. لا ما تفكرش تروح يمين، انت تطلع على طول. المشكله في عندك درجة لرجلك فوق. شريف على مهلك خالص. على مهلك يا شريف. خلي بالك. اكيد الحته دي بتخاف ضحك، انا لما كنت في الحته دي كنت بموت. احنا ازاي هنطلع له السيل؟ كويس، هو طلع هتعرف بقى تعمله تتكلم. احنا ازاي هنطلع له الحل؟ هنحل بقوله بقى. ماشي. عبد الرحمن احنا هنطلع بقى منين؟ من هنا ولا نطلع من هنا؟ من فين؟ هنا بالظبط على طول كده، اصل عشان الحبل يا دوب بياخد كده دايركت 23 متر كتير. مش كتير صح؟ وبعدين بس يا تامر، مبروك يا شريف، ان شاء الله. خلاص هانت خلاص هانت. طيب احنا بص للكاميرا بقى، بص للكاميرا، بص للمشاهدين يعني. هو ادرى بقى. وعلى راي المثل يا تامر رحم الله، لازم تبقى مثبتها فيها عشان اللي بيطلع المخدر ده. ايه على راي المثل رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. احنا دلوقتي هنرمي الحبل عشان هو يربطه في بتاع الحبل اهو، واربط طوبه بضمير بقى. عبد الرحمن هترميها، هترمي هتوصل الحبل كله ازاي يا عبد الرحمن؟ هنرمي له بالطوبه عليه. بالطوبه ده انت عايز تموت ولا ايه؟ هنبطحه فيها الحبل. بس مش في دماغك. لا يعني هتحاول تجيبها في رجلك. رجلك قشطه، مش مشكله. ما احنا عايزين اصابات طفيفه بس يا جماعه، مش معقوله يعني. شريف انتوا بتربطوا ولا ايه؟ ايه احساسك؟ والله نو ريسك نو فن. ما تقولش كده بس. والله انت نايف عندك يا باشا. ما تقولش كده بس. بيقولك نو ريسك نو فن. احنا كلنا مش نافعين خلاص. لا بس لسه الاثنين دول كويسين يعني. ما دول منهم امن. مين احنا؟ انت وعبد الرحمن لسه منكم امن، لكن احنا كده مش نافعين خالص. احنا كل مره بنجيب حد معانا عايش شويه عشان ايه؟ ما نموتش كلنا. طب يلا نمشي بقى. بتعرف تربط يا هشام ولا ايه؟ هترميها انا بقى. ما تتهورش. حاسب كده، حاسب. لا انت ابعد عشان هو لما يحدف الطوبه ما تجيش فيك. ايه؟ ان شاء الله. بس انت ابعد بس، خش جوه الجامع، خش جوه الجامع. ترمي انت من عندك. لا ابعد، خش جوه الجامع يلا. خلي بالك
يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. لا انت لبتها كويس، بس اهم حاجه تكون لبت بتاعك كويس، لفها واحلف. بس خلي بالك بس انت كده هتروح معاها لو تثبت على ايدك. لا لا لفها لفها سيركل. انت لو لفتها كده اسهل. اه ايوه لفها. بس انت ربطتها كويس؟ انا ربطتها كويس ورميتها كويس. بص انت ربطتها كويس، بس حوار الرميه ده نتكلم فيه بعدين ان شاء الله. انا والله الطوبه خفيفه على فكره انها توصل. الطوبه خفيفه صح يا عبدو؟ عبدو مش كده مش كده. ده انت اللي زيك. خلوا على كده ده تكوين. انا مش قادر يا جماعه. الطوبه يعني احنا المفروض عايزين نوديها هنا، راحت هناك. الطوبه خفيفه، الطوب هنا خفيف قوي. مش طوب. والله مش طوب فعلا. ايوه بس صح، هو ده الصح. ده تهريج. خباك عشان بس ما تطولش بتاع قوي. يلا يا عبدو. يا جماعه كان المفروض ياخد الحبل معاه. يا نهار ابيض. لا مع الحبل معاه كان في الكعب. مش عارف تامر. طب هات انا احذفها. طيب رايك الهندسي ايه يا تامر؟ خد امسكها واجرب احذف. شوية. اه ايش طيب عشان انت فوق. على فكره بتفك. لا ما احنا مش عايزين. لا لا استنى استنى استنى. وعلى فكره رامي تشال دي لو كان فوق كان جو. لا دفع بعيد عني يا جماعه. عبدو عبدو خلي بالك كده اصلا. يا جماعه يا جماعه خلوا شال يرميها. شال بيعرف. شال. طب ما تطلع وترميها. يا لهوي. يا جماعه يا جماعه تمام مش عارف ارميها. طب اجرب التجربه بما ان هي وصلت لي. طب ابعد انا بقى. انا قايل لك تندب بقى. ايوه بص يا شريف انت خد راحتك يعني. انت طلعت. بص انا هخش انا جوه وما تحدفوا لي النور. الله 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 الله. يلا شال. فرجنا شال. تعرفوت عندك نص المود دي بل طرف الحبل الحبل نفسه. شال يطلع فوق لو تعرف عند عبده. صح. ايه من الواضح ان احنا ايه مش هنطلع. لا احنا طلعناها قبل كده بس كان سلم ايه بقى عامل لغايه هنا بس. اه يعني الحته الصعبه كان سيدي موصل لغايه هنا. لا الحته اللي هنا سخيفه صعبه. طب يا جدعان انا ممكن اجيبها هنا. طب ما تجيبها هنا. صحيح. اه صحيح. وهو هيعرف يجيبها. ايه لا ده حق. بص اعملها زي ما انا كنت بعملها. طب سيبه يجرب. هعرف توصل هنا. لا ما الحب كده هياخدني معايا. حطه قدامك حطه قدامك. بس هو شو؟ لا بنا على فكره الحبل بديها تقول والله. طيب ما شاء الله. بيلعب دركان وهاتها هنا انت. انا فخور. انا فخور. انا فخور. لحد دلوقتي انا اطول رامي. عشان انت ترمي من هنا. طب هاتها هنا بقى. هاتها عشان هنا؟ ولا بقالنا يا جماعه 5 دقايق ونص بنحاول نرمي وحتى الان ما وصلناش لاي تقدم. تاني تاني راحت لغايه هناك. خلاص خد لفتك وتعالى. ابعد الحبل عن رجليك. مش مشكله هنزل ازاي. عنده حق. لا لا الله يا جماعه. يا عبدو يا ابني هتقع عليك يا ابني. يا نهار ابيض عبدو عشان روح ارميها. طب عشان من مكانك كده. اه من مكانك ارميها من هنا. اصل مش هقدر اتحكم هنا في الرمي. ممكن من هنا ممكن من هنا المكان بتاعنا. ارميها ده الباسكت. جبتها تلعب باسكت يا شريف؟ بتاعت تلعب باسكت؟ عبدو قعدنا 4 سنين نلعب.
نادي ايه يا ابني؟ نادي وليد. نادي ايه اللي وليد؟ ماشي زي هليوبتس. حلو قوي. ليه هليوبتس؟ اه خلي هشام يرميها. شل تحك على ايه؟ على هشام. على هشام؟ راح فين يا مروح عبدو؟ ما صدق هشام طلع قال لك يلا حياتي حياتي. اقول لك وبعدين انا مصاب في الحاجات دي ده. اخ تيجي تاني الطوبه. انت خايف على الطوبه ولا مش خايف عليها؟ طب يا جدعان برين ستورمنج ما تصورش حاجه عشان نطلع. لا لا يعني فكروا اكيد في حل تاني. ممكن نفكر شويه ننزل نشتري سلم. هو فين السلم بتاعكم القديم؟ كان هنا. كان هنا؟ اكيد اتقلب يعني. يعني جبتوه بكام؟ راح فين بقى؟ مش فاكر ب 40 جنيه. طب نروح نجيب واحد تاني. ادعي. خش انت صلي وادعي. يلا يا هشام. انا رميتها لك هنا كويس؟ اه هيعرف يجيبها. هحاول. لا عندك طريق. لا خلي بالك الحته دي بتاعتك. احنا نحاول نرميها هنا. ما شاء الله. عبد زي ما كنت 8 دقايق شكلك معدي بقى. تامر تفتكر تامر قدامنا قد ايه ان شاء الله ونوصل؟ احنا بقالنا 8 دقايق. بصوا الحمد لله لغايه دلوقتي عندنا ضحيه واحده. يعني تفتكر ان شريف هيعرف ينزل؟ لو ما رمناهوش الحبل تفتكر هيعرف ينزل؟ هم الناس كانوا بيطلعوا ازاي لغايه دلوقتي؟ كان زمان في سلم. كان في زمان في احنا المره اللي فاتت طلعنا بسلم. والناس بتطلعوا ازاي؟ محدش بيطلع. بصوا العيال الصغيره اهل المنطقه بيطلعوا الجبل وبينزلوا عادي مفيش اي مشكله عندهم. ايه؟ قرود يابا. تامر ادى ستيتمنت دلوقتي. انا بحرق الدم يا عيني. طب واحنا يعني انا مش عارف الصراحه يعني اطفال في الابجيه مستني منهم ايه يعني؟ بصراحه تامر عنده حق بصراحه يعني. هي دي بقى الابجيه اللي كان فيها احنا كده في الابجيه اللي اسمها اللي كان فيها اللي كان فيها ابراهيم لابا. هي دي واللي هناك ده مقام ستنا لولا. فين ده؟ اهو مقام ستنا لولا ده. لولا مين؟ لولا لولا مين؟ هي اللي عامله الجبل ده. بتعمل ايه؟ جبل هي اللي عامله المبنى ده. يا عبد الرحمن ايه المبنى ده يا عبد الرحمن؟ بجد زي ما قلت. ايه؟ بجد زي ما قلت. دي ايه؟ طب هات يا هشام كده ستنا ايه؟ لولا؟ زي ما انتوا شايفين يا جماعه ده انا ما اعرفش يعني بس تامر وعبد الرحمن بيقول لك مقام ستنا لولا. واللي فوق ده جامع الجيوشي. واللي فوق ده جامع. طب انت ايه هتنزل ولا ايه؟ لا هو بيقرب لي عشان ما انت ما تقربش قوي عشان احدف. خليك مكانك كده لغايه ما احدفه. تحدف ايه؟ هحدف له الحبل. وشريف قاعد يغير اماكن المكان بتاعته ويضحي عشان انزل حد. اخ بسم الله. هنا كده او اديه شال وشال يديه. اه بالظبط احسن حاجه. منع لحدوث اي اصابات. انت دلدله كده ولا هاخده منك؟ شال لك تقريبا هيرمي في وشي. فين؟ طب ما نروح حته جديده وخلاص بقى. طب وشريف فوق. وشريف لا 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 كعب. تبقى كسرت؟ مش محتاج القوة دي. سنة كمان وتيجي. تبقى كسرت يا تامر؟ ماشي. خلوه بس من شريف. لا أنا باين كده ده. امسك دي. ماشي. هو البوليس جاي لنا اهو.
ربنا يستر. نزلت تامر تامر ما تمسك يا تامر تامر يمسك يا تامر وانا وانا هرميها حاول ارميها. ماشي راجع اسم شريف بقول له خلي بالك من شريف. ما شاء الله تامر. نعم. امسك 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 يا تامر امسك امسك ثانيه هذا ضرب المهم. لا لا هو هيجيبها قربت. استنى انت عايزين ترموها فين؟ عايز ارفع وراها هي دي. ماشي شفتها. يلا يا تامر بص انت واقف فين ابعد الحبل عن كلاكيت. كم مره كلاكيت؟ ثالث مره ولا رابع مره؟ يلا ثالث مرة. بما اني لعيب باسكت انا ممكن اجرب بقى. دي على فكرة انسان صحيح. هشام قالش قالش يعني يا رب ما تكونش طلعت في الفيديو. عبدو بوف هاتها ورا الصخرة دي. الصخرة الصغيرة. انا اجرب اعمل اجرب اعمل كده شايف الصخرة دي؟ وراها فاضي. فلو جت وراها هتثبت. ماشي انا بقولك اجرب ارميها كده بس السلم تحتيك السلم تحتيك. الكرسي الحبل تحتيك. ايوه وسع بس يلا ارمي. عبد الرحمن اقولك على طريقه سهله. لف الحبل في ايدك خلاص او حد يرمي الحبل يكوره جنبه كده ويرمي مع رميه عبد الرحمن. لا عشان لو ضاع كله يروح الحبل كله يروح. طرفه هنا معاك حط طرفه عليه حبل. ماشي طب استنى نشوف بس الله يعافيك. هاتوا بقى ورا الطوبة. عبد الله ورينا لعب التنس اربع سنين وعمل ايه. حلوة جت هنا. السور بيقع بالظبط. خدت بالك السور تحس ازاي؟ السور يا جماعة ما كانش كده اول ما جينا كان كامل بس طبعا بالرميات تامر الرهيبة اتكسر. بص يا بص يا شايف المنظر طبعا مش عارف مش طالع في الكاميرا. الاهرامات هناك اهي. انت عندك زوم جامد ممكن تقرب عند هو ها هو فين تاني مش طالع للاسف المنظر الجميل ده مش طالع. سموا كده معايا بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا 14 راجل اللي تحت هيقوم يسبلها ونص. يلا هاني خلاص انا دي جايه خلاص ان شاء الله ان شاء الله دي جايه. انا جبتها على راي على راي المثل الثالثه ده خلاص. فهمت التكه بتاعتها؟ جرب. لا خلاص خلاص انا دي بقى خلاص بقى خلاص يا هشام بقى خش. طب ابعد عن الحبل. ابعد عنه وما تنزلش اللي تحت ده. السور اللي تحت ده سيء جدا. جربته ولا شايف الحته اللي هناك دي؟ كان واحد صاحبنا ماشي جنبها فوقع فيه. والله العظيم حتى يعني واحد صاحبي كلها على الحفره دي مش كلها يعني حته. جميل جدا. الله بص امسك الطرف ده. تامر ايه تامر ما تلفوش حوالين رقبتك يعني ايه صعبيك؟ خلاك انت ممكن تعطل. ايوه ايوه هتعطله. خف خلاك بس الحبل تحتيك. انت بترميه عشان هشام يفهم. خلاك الحبل تحت رجليك بالظبط. يلا يلا واحد يلا يا جماعه يلا عبده. وحش قوي 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 الراجل اللي تحت. طب جربوا. طب بص جرب هات جرب. انا احذف. انا فين اللي نقطتك عليا يا تامر؟ امسك امسك يا تامر. قلت لك دي مناسبه. امسك تامر امسك اتصور. ممكن نعدي عليها خلاص اقفلها بقى خلاص ماشي. وبعد 16 دقيقة من المحاولات. استنى 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 خلاص دي جاية. هجرب انا ان شاء الله. لا هصور المكان اللي احنا نزلنا منه ده. يلا يا عبدو. نعم نعم مش انت. تطلع فوق. تطلع فوق. ليه؟ اشوف حاجة.
روعه روعه سبحان الله، الواحد ما بيشوفش الحتت دي يعني، ممكن يقعد طول حياته ما شافش الحتت دي، واحد يشوفها يقول سبحان الله. ينزل نصلي بقى؟ اه يلا احنا تاخرنا كده على الصلاه. يلا عشان يا جماعه عبدو 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 مش هتسمع صوته لو رد عليك اصلا. يا هشام ما تيلا يا جدعان يلا عشان ساكن مرسى فقط اصلا تاخرنا على البيت وتاخرنا على كل فين عايز العربيه ورا الشجره صح اهي مستخبي اشتغل هو باينه جيب لك الرقم جيب لي ده شويه الزوم جامد بيه انا كنت زعلان شويه كنت عايز كواليتي اعلى بس ما كانش ما فيش زوم 50 اكس الكواليتي اعلى من كده بس دي دي بتاع 700 يعني ما تبقاش بالميجا بيكسل الفيديو بالريزوليوشن الريزوليوشن 720 في 500 وحاجه و70 فكويس على شاشه الكمبيوتر او كده تبقى حلو. عمى يلا عمى انت في الايه عمى في الزن يا عبد في الخرب اول اوبا اضغط كده في فوق كده هتلاقي فرمه كويس بس هاتي بلاتين رحمه ابو عشان انزل يلا مين هو من هنا ابو تامر مدلع السلامة يا ابو شال حرام حرام اللي بتعملوه فيا ده يلا كان موضوع الاقتراب والتصوير انا بصور هنا فين الحفره دي انما هناك ناحيه الجيش ما ينفعش طب اعدلوا الشباك يصور لا براحتهم لا حاجة بس دينا استرابع حاجة ايه هنجيبها ما نوصلها تحت بقيت حاجة يا شريف بقيت حاجة كنت شيخ في الاول بقيت حاجة اسمي شريف اسمي شريف قولولي شريف يلا يا رجالة هما كل ده بينزلوا من هناك لقيته حمام ولا تعال انزل كده اه في وايه الحفرة دي تورب دي مش مكملة لتحت دي تورب دي لا ازاي تور يا ده بجد دي تورب تعالى كده بس
انت دخلت جوه هنا؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة خالص؟ عشان كده بتقول تراب مش عارف هي. انا ببص. تطلع الصاروخ؟ اه هطلعوا هنطلع كل ده، بس عايزين نصلي الاول عشان ما نتأخرش. الصلاة نفس المغرب. تعال نطلع نقول. مش دلوقتي، نصلي ونطلع مع بعض كلنا. دي تراب تقريبا. هصلي فين؟ يعني نشوف اي مكان هنا بقى نصلي فيه نفرد فيه نصلي. بس ممكن هنا حتى. لازم انت تطلع الصاروخ الليل هيليل. انا عارف. لازم ننجز. الصاروخ طالما قوي. تطلعوا وننزل صلاة. نشوف. نطلع عشان نطلع فين؟ المئذنة. قالوا ده اللي احنا بناكله. دي اللي بتاكلوا فيها؟ استنى نبص هنا كده ايه ده؟ انت تعرف ايه دي؟ تعرف ايه ده؟ الخرم ده؟ حفر دي بتجيب الهواء جوه. بتهوي جوه تقريبا. يعني لو نزلت هنا ممكن هلاقي حته؟ ما اظنش. يا كابتن. انتوا نزلتوا جوه دي ولا ما نزلتوش؟ لا انا هنزل هنا. ممكن ما تعرفش تطلع. ايه ده كمان؟ حاسب الحفر دي، حاسب الحفر. الموج دي مش حوار يعني، ممكن انزل واطلع من ناحيه ثانيه. ناحية التانية دي. مين قال لك ان هنا موصلة دي؟ بص عليك كده موصلة. موصلة. ممكن تكون فاضية بس مالها تراب او حاجة. محتاجة تتحكي. انتوا كنتوا بتقول لهم يبصوا هنا على الحمام؟ مفيش حمام هنا. مفيش فلوس. حد بينده؟ تعالى يا شيخ اطلع الصاروخ الليل هيلاقي الجمهور. شيخ برضه. احنا هنا اهو. صوري بصور القبه. ايه؟ اه هما فين؟ بقيتنا فين؟ كله فوق. تعال لسه فوق. لسه فوق يا نهار ابيض. انتوا بتاكلوا هنا بتقولوا؟ بناكل هنا تحت. بتقولوا هنا؟ ماشي. لا اله الا الله. كان تمشيحي. عدى عرنا هذا، انت قلب الفرنه. عدى عبدو. عدى تراب يا عم. عدى عبدو. حسب يا عم تقع يا عم. نطلع الصاروخ يا ريس. اه نطلع الصاروخ. تعال بس بيك واحد. هنطلع. تعال يلا يا عم. يلا يا ريس يلا يا عم. انا مش خش. لا والله انا عادي من دي. هو في حاجه تحت هنا؟ لازم حته نازل من عندها بقى. اه طب هنا عشان ما نزلها. عايز تخش ايه؟ كل دي تراب. كل دي تراب تحت؟ بص انتوا المئذنه بتطلعوها كده؟ ايوه. ملهاش طلعه تانيه؟ لا او من هنا اهو. بص اه كده اهو يا عم. تعالى اطلع من هنا. يا نهار ابيض. هنا الهوا شديد. اه. يا رجاله. انا هنا يا انا جاي اهو ماشي على مهلي. اللي جواك كده قول لي بولو. قول لي بولو كده. لا لا ما تخافش انا كده سيب. جاي اهو. هتصلوا؟ اه نصلي. انت بتصور المنتج؟ يا جدع عيني يا حرام. لك زي القمر ايه كل ده.